صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. احنا النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، بما ان بقى احنا داخلين على جو امتحانات وامتحانات نص السنه، فطبعا كل ام طبعا بتحتار مع اولادها تعمل ايه، تخليهم يستوعبوا ازاي، يركزوا ازاي. احنا اولادنا كتير جدا بيذاكروا وبينسوا، دي مشكله كبيره جدا. طب هل في ادويه فعلا وفي فيتامين الاولاد ممكن ياخدوه علشان يستوعبوا ويكون عندهم ذاكره قوية وتنشيط كمان الذاكرة؟ طبعا هنعرف كل ده مع دكتورنا النهاردة اللي مشرفنا، الدكتور الصيدلي باهر السعيد. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، وصباح الفل على مصر كلها. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور. بما ان احنا دلوقتي واخدين بقى، احنا بدأنا في امتحانات نص السنة، فطبعا كل ام بقى بتعاني، هتعمل ايه مع الاولاد؟ تعالى ذاكر، بينسوا كتير جدا بطريقة فظيعة، ما عندهمش اللي هم يقدروا يسترجعوا الذكريات الامتحانات تاني او المذاكره اللي بيمتحنوها كويس. دايما عندنا حته النسيان، دايما عندنا حته ان انا مش عايزه اذاكر، ان انا ببقى على طول ما بعرفش احفظ، في حاجات كتيره جدا الاولاد بيتعبونا فيها في الامتحانات مخصوص. طيب يا دكتور، في البدايه هل فعلا في ادويه او فيتامين للاولاد عشان يقدروا ان هم ينشطوا الذاكره؟ اكيد طبعا، بس اهم من الادويه لازم التغذيه السليمه. لازم كل ام تحرص ان اولادها ياخدوا الغذاء السليم من خضار، من فاكهه، من الحاجات الصحيه، والبعد عن الحاجات اللي هي الصناعيه، المعلبات وخلافه، اي حاجه فيها مواد حافظه، كل ده طبعا بيأثر على الطفل. وانما في حاجات طبعا مأمونه جدا ممكن اي سيده تدي لاولادها منها. بالنسبه للسن الصغير، هو أأمن حاجه طبعا زيت كبد الحوت والاوميجا 3، دول أأمن حاجة بالنسبة للأطفال اللي هم بتوع المدارس. يعني هنقول مثلا من مرحلة الابتدائي لغاية مرحلة الجامعة، دول اللي ممكن يقدروا ياخدوا فيتامين أو أوميجا زي ما حضرتك قلت. تمام، ممكن ياخدوا زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت مأمون جدا وكله فوائد طبعا، حتى فيه فيتامين د بنسبة عالية. غير كده ان هو منشط قوي للمخ بشكل آمن جدا، هو او زيت الاوميجا 3. بس دايما في ناس بتدي الاثنين غلط طبعا، لان زيت كبد الحوت اوريدي اصلا فيه زيت الاوميجا، فمش محتاجين احنا ناخد الاثنين، يا تاخدي ده يا ده. في ادويه كتير جدا في السوق بتحتوي على زيت كبد الحوت، وحاجات في المتناول، في حاجات مستورده فيها اوميجا 3، وفي حاجات مصري في المتناول. يعني المستورد اللي هو في ناس بتشتريه ب 400 او 500 جنيه، في حاجات مصري اقل من 100 جنيه وب 24 و36 وفي المتناول. ياخدوها مرتين في اليوم مثلا اي طفل لغايه 3 4 شهور، بيساعد الطفل جامد جدا في موضوع الذاكره. وفي اكلات او مشروبات ممكن تزود الذاكره يعني. مظبوط، بس يا دكتور في الاول هي الاوميجا فعلا بتساعد على ان الطالب يبقى ذكي وفعلا يستوعب ويحصل مجموعه كتيره من المذاكره، ولا انا هقول لحضرتك الام المرضعه لو اخذت زيت الاوميجا وهي بترضع، وجد ان معدل الذكاء بتاع ابنها افضل من الام المرضعه اللي ما اخذتش زيت الاوميجا. فده معناه ان الدرجه دي بيأثر فعلا على الجنين. فهو زيت الاوميجا بصفه عامه هي زيوت الجسم مش بيصنعها، وهي زيوت اساسيه مهمه جدا، فلازم ناخدها من بره. احنا بناخدها طبعا من السمك، اشهر حاجه من الاسماك، بس احنا لو اخدناها كمكمل غذائي طبعا هيفيدنا جدا. من الحاجات اللي ممكن تاخديها بدون استشاره الطبيب، لانها مأمونه جدا. طب يا دكتور، هل بياخدها مثلا الطالب او الطفل من مرحله مثلا ابتدائيه زي ما قلنا لحضرتك، عشان في معظم الادويه بتضر الاطفال شويه، بياخد مره في اليوم مثلا بعد الاكل مثلا؟ هو طبعا الجرعه التناول مهم جدا. تمام، هي الجرعه طبعا بتتحسب على اساس وزن الطفل وعمره. بس هي عاده بتاخد مرتين يوميا. في منه اكياس، في منه شراب،
في كبسولات بقى للكبار، وفي حاجات للذاكره اقوى شويه للسن الاكبر، يعني اعلى من الاوميجا شويه، في نباتات كتير، حاجات كتير لتقويه الذاكره للي هم الناس بس طلبه بقى بتوع الجامعه بتوع الثانويه العامه، في حاجات اعلى كمان من الاوميجا بتجيب نتيجه، الاوميجا كويسه بس طبعا بتاخد وقت في التاثير، انما في حاجات تانية، في مثلا نبات الجينسنج، نبات الجينسنج خطير جدا في موضوع الذاكره، في الجينكو بلوبا بيفيدنا في ايه يا دكتور؟ الجينسنج بيدي طاقه، بيدي باور، باور، وبيدي نشاط هايل جدا في الذاكره، وامن طبعا جدا، هو ممنوع بس لمرضى الضغط العالي، اي حد ممكن ياخد الجينسنج حتى كبار السن يعني. طبعا. بس احنا يعني دايما بنقول الجينسنج بالذات ناخده لمده شهر، لو اكتر من شهر لازم استشاره الطبيب، انه ممكن حضرتك تاخدي الجينسنج بامان تام لمدة شهر مفيش مشكلة. في موجود في السوق المصري كبسولات جينسنج، العلبة ب 12 جنيه يعني. ما شاء الله عندنا بدائل وحاجات كتيرة حاجات وأسعار رخيصة حلوة يعني جدا، ب 12 جنيه، في المستورد ب 400 وب 500 برضه. الجينسنج المصري لو أخدناه هو بيبقى تركيز 100، تركيز خفيف خالص مفيش منه أي ضرر، لو اتاخد حباية مرتين في اليوم مثلا لمدة شهر فترة الامتحانات دي هيظبط الدنيا. مظبوط يا دكتور. مادة الجينكو بلوبا من أفضل الحاجات الطبيعية لزيادة التركيز، أنا بتكلم دلوقتي في مش الأطفال، لا في اللي هو السن بتاع الثانوي والجامعة وكبار السن طبعا، دول بقى هنديهم جينسنج، في جينكو بلوبا، جينكو بلوبا ده جميل جدا برضو لتوصيل الدم للمخ، فبيدي أكسجين زيادة في المخ فبيزود الذاكرة، ففي برضو غير الجينكو بلوبا، وجينكو بلوبا على فكرة في منه تركيزات 40 ملي جرام و80 ملي جرام على حسب بقى كل الحالة وعلى حسب تناولها، ومناسب جدا لكبار السن، ودايما برضو دكاترة الأنف والأذن بيكتبوه في حالات الدوار وطنين الأذن، فعال جدا جدا الجينكو بلوبا، في برضو فيه الأركاليون وبدايله، بس ده برضو بيتاخد لمدة شهر بس. طب يعني يا دكتور مثلا اللي بيحدد الجرعة وكده دكتور طبعا، دكتور علشان ما يحصلش اللخبطة. طب في دكتور أوقات طلبة تقول إيه، لا طب أنا لو خدته وهو ما عندوش استيعاب أساسا، ما عندوش قدرة إن هو يستوعب أو يتذكر حاجة، بيبقى متعب جدا، فهل فعلا الأدوية ممكن تخليه تنشط الذاكرة عنده ويستوعب بسهولة طبعا ويفتكر كويس؟ طبعا كل الحاجات دي بتدعم الذاكرة، بتدعم الذاكره، بس طبعا لو واحد مش مركز اكيد في سبب نفسي برضو، يعني المفروض احنا بقى سبب نفسي والتغذيه وحاجات والتغذيه كتير. حاجات كتير بس الحاجات دي طبعا بتزود الذاكره، يعني انا لسه قايل على الاركاليون مثلا، اركاليون بس هو مشكله الاركاليون ان برضو لازم شهر بس ونوقفه عشان ما نتعودش عليه، ده احد مشتقات فيتامين بي 1، ده بيبقى معمول بشكل او معمول بشكل محب للدهون علشان يخترق جدار المخ، لما بيخترق جدار المخ بيزود الدوبامين فبالتالي بيزود الذاكره، وفي نفس الوقت بيزود السيروتونين فبالتالي بيزود الحاله المزاجيه او بيحسن الحاله المزاجيه، وبرده غير كده كمان الاركاليون بيدي نشاط وبيدي بيقتل الارهاق زي ما بيقولوا. ده بالنسبه لاي مرحله مثلا لكبار، ولا لكبار برضو اللي هم بتوع الجامعه، لو خد حبايه اركاليون فورت كل يوم الصبح مثلا لمده شهر ويوقفه، اللي هي الشهر بتاع الامتحانات بتاعنا ده، يعني انا دايما اللي بيجي يسالني وهو في الجامعه او في ثانويه عامه ايام امتحان ثانوي عايزين حاجه تدي تزود الذاكره بشكل كبير الفتره دي، خلاص خد الاركاليون فورت او بدايله، في بدايل دي اسمها اكتيفيت 200 وفي اركازينج، اي واحد بس من هو موجود متهيألي موجود عادي خالص، حبايه واحده يوميا الشهر بتاع الامتحانات ده. وفي حاجه تانية برضه، في نوع فيه تركيبه ثلاثيه بين غذاء ملكات النحل رويال جيلي وجينسنج وجينكو بلوبا، ثلاثة مع بعض في تركيبة واحدة، دي برضو خطيرة جدا، حباية واحدة يوميا الفترة بتاع الامتحانات دي هتدي باور، هتمنع الإرهاق وتنشيط الذاكرة وتنشط الذاكرة وتوصل الدم للمخ كويس. التركيبة الثلاثية دي موجودة في السوق برضو بأسامي تجارية زي جينكو فيكس، برضو مرحلة الجامعة اللي هي الثانويه والجامعه اللي هم اللي فوق 12 سنه يعني. طب بعد اذنك يا دكتور ناخد صفاء ونكمل حوارنا. صباح الخير يا صفاء، اهلا بيكي. صباح الخير يا حبيبتي، الحمد لله، معلش احنا سايبينك كتير يا صفاء، اهلا بيكي. لا يا حبيبتي مفيش حاجه، ممكن اكلم دكتور باهي؟ اتفضلي طبعا معاكي. صباح الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، صباح الفل. لو سمحت حضرتك، انا بشتكي من تاكل المفاصل، يعني عندي الم في الكتف الشمال، قعدت فتره طويله اخد علاج طبيعي ما يقرب من سنة، شوية دفع على الكتف،
تلاقي فيها بتتاكل، تلاقيها بتتكسر لوحدها. فانا طبعا حللت فطلع عندي نقص في فيتامين دي 3 وهو 10، وبقالي اكتر من سنه باخد كالسيوم وحاجات، وطلعت بنتي كذلك هي 16 وبتاخد كل حاجه تخص الفيتامين دي 3. عندي ليه كم، انا مش شايفه تحسن؟ عندي كم سنه يا صفاء؟ 43 وبنتي عندنا ماشيه في 23. طب فيتامين دي ايه اللي بتاخديه؟ نوع ايه اللي بتاخديه؟ انا خدت حديد كتير جدا، خدت جين سي، خدت وان الفا، خدت كالسترام، خدت دولكادا، خدت في دروب، خدت كالسي ماكس بلوك، كالسي ماكس عادي. بنتي بقى زائد كل ده كانت بتاخد ديفارول حقن واوس 14، اخدت انا 10 اسابيع هي اخدت 19 اسبوع، تروجيل حقن 3، ديفارول 3، وتغذيه ممتازه جدا خاصه بفيتامين دي. انا مش عارفه بقى يعني ايه اللي اعمله علشان يعني، حتى انا كنت عايزه اشعر حتى ان انا واقفه زي ما انا، هو بيمتص بطيء بس انا واقفه زي ما انا، لكن بيحصل فيه تكسير. طب بقالك كام سنه يا صفاء بتاخدي الادويه دي كلها؟ اكتر من سنه، سنه وشهرين حاجه زي كده. وبنتي وبنتي نسبتها اعلى مني، بنتي 16 انا 10، وهي اخذت حاجات اقوى مني ومع ذلك برضه تشتكي من كفاها، تشرخ في الاسنان. ايه اللي نعمله؟ في تحليل ناقص، مش عارفه اعمل، مش لاقي حد يفيدني في الموضوع ده. طب انتي طبعا تحت اشراف طبيب الادويه طبعا اللي خدتيها دي كلها يا صفاء؟ بالظبط. صح. طيب بالظبط، ايوه بالظبط. بس انا يعني انا مش هقول مش لاقي نتيجه، انا عايزه اتحسن، انا عايزه افضل حتى زي ما انا، لكن انا شايفه ان في تكسر، في حاجات في الجلد، يعني في حاجات وقوع الشعر. يعني بنتي سوري يعني بتجي لها الدوره بيبقى في انزيف اوقات، الم في المبيض، بيجي في شهرين. هو ضعف بقى، ضعف يا صفاء من كل حاجه. طيب يا حبيبتي، ضعف مناعه. طب احنا ناخد، وباخد اوميجا 3. طيب وعلاج الاكزيما ايه بعد اذنه؟ لو الدكتور يقول لنا بس يفيدنا، اعمل ايه؟ لو في تحليل، في حاجه يقول لي بس انا اعمله، انا طبعا مش عارفه اوصل له. لو تدوني رقم اكون شاكره. طبعا معاك الرقم، الكنترول هيديك الرقم طبعا. والف سلامه عليك يا صفاء وعلى بنتك حبيبتي، والدكتور هيرد عليكي دلوقتي. هو بدل ما جربت كل انواع الكالسيوم، في حقن كالسيوم اسمها مايا كالسيك، بس طبعا تستشير الطبيب بتاعها فيها. مايا كالسيك حقن بتتاخد حقنه تحت الجلد كل اسبوع، هتبقى افضل من انواع الكالسيوم الكتير اللي واخدها دي. مجموعه كبيره فهي جدا، في الحاله دي بقى بقالها سنه. في الحاله دي بقى تدخل على المايا كالسيك، هيبقى افضل بكتير. هو في منه سبراي بالانف او حقن على حسب ما الطبيب يقرر بتاعها. طبعا ما نقدرش نقول لها، نقرر احنا اكيد الدكتور اللي بيتابعها، عشان الكالسيوم الزياده طبعا بيعمل مشاكل في حصوات كلى او كده. يعني حضرتك تقصد تتجنب الادويه والفيتامين والحديد لا مش وكل كده الحاجات دي؟ يعني احنا جربنا، هي جربت كل انواع الكالسيوم. تدخل على الحقن، المايا كالسيك حقن اعلى كتير في موضوع الكالسيوم. الديفارول هي قالت ان بنتها بتاخد الديفارول، ديفارول ده من افضل الحاجات، تاخد كل اسبوعين حقنه مفيش مشكله ديفارول اس، وتاخد معاه في صنف مصري حديث، ده اول مره فيتامين د المصري راس ينزل السوق المصري، اول مره فيتامين دي 3. كل اللي كان موجود دي 2 او فيتامين دي نشط، لسه من حوالي شهر في شركه مصريه محترمه منزله فيتامين دي مصري ب 18 جنيه بس. البديل بديل برضو المستورد غالي جدا. الفيتامين دي المصري دي 3 اللي هو دافاليندي، في حالتها هي ممكن تاخد قرصين كل يوم لمده 3 شهور او حاجه، مع حقن الديفارول كل اسبوعين حقنه اللي هي ماشيه، ده افضل علاج لفيتامين دي. وتستمر على الاوميجا 3 طبعا، اوميجا 3 ممتاز جدا. والكالسيوم هو المايا كالسيك، المايا كالسيك ممتاز جدا. في موضوع بقى التاكل، المفروض المفروض تفضل ماشيه برضو على حاجه زي فيها ام اس ام زي جينوفيل مثلا، جلوكوزامين وام اس ام، تاخد الجينوفيل مثلا مرتين في اليوم تستمر عليه، ده بيبني الغضاريف. وتاخد معاه كمان حاجه كولاجين، زي في كياس اسمها دولاجين، دولاجين كياس، كيس واحد يوميا. الحاجات دي الدولاجين مع الـ مع الـ مع الجينوفيل ما تقطعهمش الاثنين، هيجيبوا معاها نتائج وما فيش منهم اي ضرر خالص ولا اي مشاكل، الا اذا كان عندها مشاكل في المعده تاخد اي حاجه للمعده معاهم. ان شاء الله دول هيبقى نتيجه كويسه، بس انا بنصحها انها تستشير الطبيب بتاعها في مايا كالسيك حقن. الحقن مايا كالسيك مظبوط. طب والاكزيما كانت بتسال حضرتك علاج الاكزيما؟ الاكزيما طبعا على حسب شكلها وعلى حسب مكانها، بس عاده علاج الاكزيما دايما بيبقى مرهم كورتيكوسترويدز زي ديرموفيت مثلا او اليكون، مع اي حاجه مرطبه زي زينكو ديرم، ممكن زينكو ديرم كريم مرتين يوميا، اي حاجه فيها زينك اوكسيد زي زينكو ديرم او زينكو اليف مرتين يوميا، مع حاجه زي ديرموفيت او اليكون او ديرماتوب مره يوميا. ولو في بقى التهاب شديد ممكن تاخد اي برشام برضو للحساسيه معاه، زي مثلا تلفاستمي
28 قرص كل يوم بالليل. مظبوط يا دكتور، واهم حاجه طبعا المواعيد وتناول الادويه والجرعات مظبوطه، وتستشير طبعا في الاول وفي الاخر دكتور. مظبوط. طيب معنا تليفون علي من كفر الشيخ. صباح الخير يا علي. ايوه صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير يا دكتور، ربنا يبارك فيك. والله يا دكتور سؤالي بس يا دكتور، انا عندي مشكله في الغده الكظريه، نقص في الغده الكظريه، فماشي على الكورتيزون بقالي 4 سنين، حاجه اسمها كورتيزون، لما عمل لي ميه تحت الجلد وهبوط وضغط يعلى ويوطى، فمعظم الدكاتره قالوا لي تمشي على مدى الحياه، هو ده ملفش الا ده. فالمشكله دكتور ما فيش بديل كورتيزون طبيعي غير الكيماوي ده، لان انا تعبان جدا جدا، وجزاكم الله كل خير. الف سلامه عليك. الف سلامه عليك يا استاذ علي. طبعا حاضر الدكتور يرد على حضرتك. هو للاسف الكورتيزون هو علاج سحري. الكورتيزون هو علاج الناس بتخاف منه، من كلمه كورتيزون، وبتترعب منها، بس هو لو اتاخد بجرعات سليمه مفيش منه اي مشاكل خالص. جرعات سليمه تقصد حضرتك يعني ايه جرعات سليمه؟ الجرعات اللي الطبيب يقررها بالظبط، من غير عشوائيه، المواعيد، من غير زياده، المواعيد والتركيزات. مزبوط. يعني الدكتور قال 5 مللي يبقى هم 5 مللي خلاص. احيانا في ادويه بتوصف مع ان ليها اعراض جانبيه وحشه، بس الاعراض الجانبيه بتاعتها هتبقى اقل من نفعها، يبقى النفع اكتر، يبقى هنوصفها. للاسف مفيش حل غير الكورتيزون في حالته. ليه اعراض جانبيه، عمل ميه تحت الجلد، عمل لخبطه في الضغط، بس ان هو ما ياخدش الكورتيزون الضرر هيبقى اكبر. فمعلش هو يستحمل، لان للاسف ما فيش بدائل تانية، بس ممكن يلجا لطبيب بطنه يظبط له الموضوع ده. يعني الميه تحت الجلد ممكن ياخد حاجه مدره البول تحت اشراف الطبيب البطنه، عشان موضوع الضغط بيعلى بيوطى، برضو الطبيب البطنه ممكن يظبط له القصه دي. انت فاهمه ازاي؟ والتغذيه السليمه برضو يا دكتور، اكيد طبعا في كل حاجه هي يعني هي دايما بتريح شويه. اكيد طبعا بس طبعًا. هو الكورتيزون في حالته لا غنى عنه، بس نلتزم بجرعات الطبيب المختص فيه. مظبوط. طيب يا دكتور نرجع لحوارنا بقى، عشان خاطر بقى الامتحانات والاولاد عايزينهم يركزوا كويس. حضرتك قلت بعض الادويه اللي هي بتنشط الذاكره وبتخلي عدم يعني ما ينساش قوي الطالب في فتره الامتحانات. طيب حضرتك برضو في ادويه كتير بحس زي ما حضرتك بتقول ليها اعراض، هل فعلا الاعراض في اعراض جانبيه في الادويه او المنشطات او اللي حاجات اللي بتقوي الذاكره، فيتامين مثلا او كده؟ هو الجينسنج زي ما قلنا ان هو بيرفع الضغط، فممنوع لمريض الضغط. تمام. بيرفع الضغط لو استمرنا عليه فتره يعني، انما لو شهر مش هيعمل حاجه. فيه الجينكو بلوبا ما فيش منه مشاكل خالص، بس اهم حاجه برضو يبقى فوق 12 سنه يعني، مش اقل من كده، او فوق 14 سنه كمان. اللي هو الاركاليون، واللي هي مشتقات فيتامين بي. طب الاركاليون هو حلو جدا فعلا. طب الطفل مثلا ابتدائي ممكن ياخد منه ولا ما ينفعش خالص؟ فوق 14 سنه برضو. فوق 14 سنه اركاليون فورت او اركاليون العادي يتاخد عادي ما فيش مشاكل، بس برضو عيوب ان هو المفروض شهر ونوقفه، على اساس ان ده حاجه بتشتغل على انزيمات او هرمونات في المخ، فما ينفعش ناخده بشكل عشوائي. اخره شهر بس ونوقفه، اكتر من شهر لازم الطبيب اللي يقرر احتياجك. مزبوط. ليه. فاحنا دايما الحاجات اللي هي المكملات اللي زي دي احنا بناخدها، لو هناخدها من نفسنا بناخدها بشكل متحفظ شويه، انما الاستمرار عليها لازم يبقى تحت امر الطبيب، ما عدا الاوميجا 3. اوميجا 3 براحتك خالص تاخده، مفيش مشاكل، مفيش منه اي مشاكل نهائي خالص. انما بقيه الحاجات اللي قلناها زي ما قلنا، كل حاجه ليها موانعها وليها الجرعه بتاعتها. والجرعه المناسبه طبعا ليه. ومتهيألي يا دكتور برضو الفيتامين ما نزودش قوي برضو عن شهر ايا كان. انا دايما عايز اي حد ياخد اي نوع فيتامينات، مش شرط الحاجات بتاعه الذاكره، اي نوع فيتامينات يتعامل معاه اكنه دواء عادي خالص. يعني ما تاخدوش من نفسك بمزاجك ده مكمل غذائي يا عم ماخده خلاص مش مشكله. لا كتير جدا فعلا. ارجع للصيدلي او الطبيب، بس الصيدلي مش الدخيل على مهنه صيدله، لازم تتاكد ان هو صيدلي. صح. تروح للصيدلي قول له والله انا هاخد الكالسيوم ده، انا هاخد الحديد ده، انا هاخد كذا، عشان يحدد له الجرعه المناسبه ليه، يحدد له ياخده او ما ياخدوش. في ناس بتاخد حديد وهي ما عندهاش انيميا،
طبعا خطر جدا 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 تعمل مشاكل. بس يا دكتور انا ما اعتقد احنا كلنا عندنا نقص حديد صراحة، يعني معظم الناس كلها بيبقى نقص الحديد ده، حتى عشان اكلاتنا ما بناكلش فعلا اكل سليم، تغذية سليمة، فبتلاحظ حتى الطفل تلاقي ضوافره من هنا فيها نقط بيضاء او حاجة زي كده، ده يدل برضو على نقص حديد. طبعا لو هو عنده نقص اوكي ياخد، بس لو واحد سليم ما ياخدش. مظبوط. وهكذا. والكالسيوم نفس الكلام، انت عندك نقص كالسيوم خد كالسيوم، لو ما عندكش نقص كالسيوم وخدت كالسيوم هيعمل لك حصوات في الكلى. طيب يا دكتور هناخد تليفون ونسال بقى عن الاطفال اللي فعلا بيجي لهم نقص حديد وهم صغيرين. طيب معانا تليفون ابو الوفا من شرم الشيخ. صباح الخير. كفر الشيخ. كفر الشيخ حضرتك. اهلا بيك، ازيك يا استاذ ابو الوفا؟ مرحبا. ممكن اتواصل بس مع الدكتور لو سمحتي؟ اتفضل معايا. صباح الخير. اتفضل. ايوه يا دكتور. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا دكتور، منورين الشاشه يا سعاده الباشا. الله يكرمك. الله يخليك. واهلا باهل كفر الشيخ حبيبنا. الله يكرمك يا دكتور. معلش بس استفسار بسيط كده يا دكتور، لعشان انا بعاني من الموضوع ده والله. احنا معلش احنا فلاحين على قد حالنا يعني. سوري. احسن ناس. احسن ناس. ما احنا فلاحين زيك طبعا. احسن ناس. اتفضل. الله يخليك يا دكتور. عندي يا دكتور بس احمد ابو الوفا دي في سنه تانية اعدادي. تمام. وعندي محمد في اولى ثانوي. احمد ده يقول لي يا بابا انا بذاكي واللي انا بذاكره وبقعد احفظه كتاب مثلا العربي او العلوم او كده، ويجي ايه جالب على كتاب تاني، على ما يخلص الكتاب التاني بيقول لي انا نسيت الكتاب الاولاني اللي انا ذاكرته. ده بالنسبه للعيل اللي هو في ايه في تاني اعداد. اولى ثانوي. واولى بالنسبه لمحمد بقى اللي هو في اولى ثانوي ده، ده يعني يذاكر ويعرف المسائل بتاعه الحساب او المعادلات بتاعه الكيمياء والاحياء والحاجات دي، وفي خلال يومين برضه يدور على الانجليزي ولا حاجه، يرجع تاني ايه اعيد له، جايبه مدرسين في البيت كده اعيد له، يرجع تاني يقول له حل المساله دي، ما يعرفش يحلها تاني من اول وجديد. فانا بعاني من الموضوع ده وبخسر فلوس ياما على القصه دي، وجايب لهم مدرسين في البيت. بس الموضوع ده بالنسبه لي طبعا مسبب لي مشاكل وكده. طيب شكرا يا استاذ ابو الوفا. الدكتور هيجاوب على حضرتك. النسيان يا دكتور برضو في المذاكره ده شيء صعب جدا، وتاني اعدادي واولى ثانوي والاثنين في نفس المشكله برضو. هو دي مشكله كل اولياء الامور. آه. العيال زي ما تقولي من الموبايلات وال يا دكتور مش مركزين. فيش تركيز. فيش تركيز. بس هو الحاجه اللي احنا برضو ممكن ننصح بيها نفس الفكره، ياخدوا الاثنين اوميجا 3 اوميجا 3 مرتين في اليوم، في حاجه اسمها اوميجا 3 بلس، في حاجه اسمها زاندروس، اي حاجه من الاثنين دول حبايه بعد الفطار والعشاء، يمشوا عليها فتره 3 شهور 4 شهور براحتهم مفيش مشكله خالص. وممكن ايام الامتحانات يمشي على جينكو فيت حبايه بعد الفطار، يبقى جينكو فيت حبايه كل يوم بعد الفطار، زاندروس او اوميجا 3 بلس مرتين يوميا، دول هيظبطوا جامد معاهم ومأمونين جدا الفتره اللي هي بتاعه الترم دي، كل يوم حبايه جينكو فيت والزاندروس او اوميجا 3 بلس مرتين يوميا. وطبعا هم كبار في تاني اعدادي واولى ثانوي فياخدوا عادي الادويه دول خالص مفيش مشاكل خالص. ويهتم بقى في مشروبات ممكن ياخدوها، الريحان على فكره بيزود الذاكره. الريحان. الشوكولاتات على فكره بتزود الذاكره جامد. لا التغذيه بقى والاكل حاجات روزميري. صح. في حاجات التوم. التوم يا دكتور فعلا انا سمعت ان التوم فعلا بينشط الذاكره جدا. التوم جميل جدا. يتحطه على السلطه. وفي كبسولات توم في الصيدليه. ممكن ثلاث حبات. انا ليه يا عم ما شاء الله يعني صحته لغايه دلوقتي ما شاء الله. ليه؟ لان بياخد فص توم كل يوم على الريق. التوم جميل. التوم يعني جميل. بيقوي جهاز المناعه وبينشط الذاكره فعلا وبيوسع شرايين القلب. طبعا. والطلبه بمناسبه التوم ومضادات الاكسده وكده، في برضو الطلبه دايما بيسالونا على القهوه. ممكن اشربها الصبح. وفي ستات بقى امهات، لا القهوه خطر وبتاع. قهوه جميله جدا يا جماعه، مفيش منها ضرر خالص. القهوه لو فنجان قهوه من بدون افراط يعني مفيش منها مشكله خالص، يعني فنجان قهوه او فنجانين حتى في اليوم. القهوه مضاد اكسده قوي جدا جدا جدا. من اقوى الحاجات اللي بتحمي من السرطانات. القهوه جميله، مش زي ما الناس متخيله. يعني القهوه في ناس متخيله ان هي ممنوعه لمرضى الضغط العالي، لا. هي ممنوعه لمرضى القلب. الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب ممنوع ياخدوا قهوه. في برضه اعتقاد خاطئ ان القهوه ممنوعه للناس اللي عندهم قرحه في المعده. فعلا يا دكتور. لا ملهاش دعوه. هي ممنوعه للمرضى الارتجاع، اللي عندهم ارتجاع في المعده. انما القرحه لا.
موضوع تاني. القهوة مفيدة جدا للطلبة برضو تاخدوها ما فيش منها مشكلة، مضاد أكسدة جميل جدا جدا جدا. مظبوط، بس ما فيش إفراط في أي حاجة، أي حاجة في الدنيا، أي حاجة في الدنيا حاجة. الوسطية، إحنا دين وسطي والرسول عليه الصلاة والسلام دايما بيأمرنا بالوسطية، فالوسطية في كل حاجة، فأنت ما تفرطش في حاجة. مظبوط، او نشغل عقلنا بقى ونستوعب ونفهم، نشوف الاكل ده يفيدنا، نشوف الدواء ده هاخده قد ايه، استشير الدكتور، مش واحده صاحبتي تقول لي على حاجه او لابني اخدها وخلاص. طبعا ده في حد ذاته بيلخبطنا في حاجات كتير. لا ده حته الخبرات اللي هي ده انا اخدت كذا واستريحت عليه خلاص بقت قاعده. وعلى الفيسبوك ادويه كتير وفيتامين كتير وحاجات كتير فعلا، فدي جربي ده اتكلمنا فيها يعني قبل كده، ما ينفعش. مشكلتنا دايما ان الناس معتقده اللي جاب معايا نتيجه المفروض هيجيب مع غيري. مع غيري طبعًا. دي مشكله طبعًا. كبيره جدا. طب دكتور معانا هبه، هناخدها من مرسى علم. صباح الخير يا هبه. صباح النور، صباح الصحه والجمال. اهلا بيك يا روحي. اهلا بيك. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا معاك، اتفضل. لو سمحت يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، اهلا وسهلا. انا دكتور معايا بنتي لها 6 سنين وعند في اولى ابتدائي، فعندها نسبه النسيان فظيعه، بتنسى اقل حاجه في المذاكره في اي حاجه. لو مثلا لو اديتها الحروف، اديتها اي حاجه تنسى في دقيقه، تنسى بسرعه. طيب احنا عايزه حاجه عندها علاج بحيث ان يقوي الذاكره ويوقف النسيان. وانا دكتور بالنسبه بقوم من النوم، بقوم دراعي الشمال منمل، اطراف صوابعي منمله. بس والرقبه على طول وجعاني، يعني انا باخد الاوميجا 3 بلس فباخده، وباخد الفوليك اسيد برضه. تمام. طيب اوكي. وباخد الانيميا يا دكتور دلتا فيت برضه. تمام. فايه الفوائد اللي تحت الدلتا فيت والاوميجا والحاجات دي؟ وعايزه حاجه لبنتي. تمام. حاضر يا حبيبتي، اوكي يا هبه، تابعينا. بنتها يا دكتور برضو موضوع النسيان وعايزه حاجه عشان برضو تنشط الذاكره، وطبعا هي بتقوم من النوم ايديها الشمال ومنمله. انا بلاحظ يا دكتور دي اعراض بتيجي الناس كتير، هل بقى يعني تغذيه عدم حركه في حاجات ممكن موجوده هي مش عارفاها، وبتاخد برضو اوميجا 3 زي ما حضرتك سمعت بتقول حاجات كتير فيتامين. هي بالنسبه لبنتها افضل حاجه لست سنين في دواء شرب اسمه ايفاليكس. الإفاليكس شراب ده ممتاز جدا، دي زيوت سمكية وأوميجا ومأمون جدا جدا وفيتامين إيه فيه كمان. فهو الإفاليكس شراب ده حتى البديل المصري لأصناف مستوردة غالية زي الإيفامول وغيره. الإفاليكس مأمون جدا، لو خدت منه 5 سنتي مرتين لمدة 3 شهور أو 4 شهور جميل جدا، وهيفرق معاها مرتين يوميا بالنسبة لست سنين يعني. عشان العمر. إن شاء الله. بالنسبة ليها هي بقى موضوع الركبة، زي ما قلنا من شوية برضو أي حاجة للخشونة زي جينوفيل مثلا، جينوفيل قرص مرتين يوميا مع حاجة كالسيوم زي كالسيوم ديسر اف مرتين يوميا، دول هيظبطوا الموضوع إن شاء الله. مع أي حاجة مضادة التهاب زي موبيتيل لبوس مثلا، لبوسها كل يوم بالليل. حكاية التنميل بيبقى عادة ضعف في الأعصاب، ممكن يكون التنميل سبب فقرات الرقبة، ممكن نومه غلط، ممكن نومه غلط فعلا، ممكن المخدة او تريح بطريقة غلط فترة طويلة جدا، فعادة بيبقى سببه ضغط على فقرات الرقبة، فهي تحاول الوسادة او المخدة اللي بتنام عليها تبقى صحية، وفي نفس الوقت تاخد اي حاجة مقوي الاعصاب زي ميلجا مثلا، زي حقن نيروتون او ترايبي او كده. هي قالت لي ان هي عندها انيميا بتاخد دلتا فيت وفوليك اسيد واوميجا 3 كده كده هتاخده. في بقى حاجات فيها حديد بدل ما عندها انيميا، اصل هي كده ما بتاخدش حديد، يعني هي بتاخد فوليك ودلتا فيت مفيش حديد، لو عندها نقص حديد يعني. في بعض المركبات او الادويه بيبقى فيها كل حاجه، فيها الحديد وفيها فيتامين بي وفيها فوليك اسيد، زي مثلا فيروجلوبين، لو هتاخد حبات فيروجلوبين هيغنيها عن القصه دي كلها. وبرده في الاول وفي الاخر تسترجع الدكتور او الدكتور الصيدلي طبعا. تمام. دي اهم حاجه عشان الجرعات وعشان السن بالزبط. وعشان كل حاجه طبعا. يا دكتور الوقت مع حضرتك بيمر بسرعه وتليفونات كتيره جدا، فيعني وقت حضرتك بيبقى جميل وبنستفيد حاجات كتيره جدا. بس انا عايزه بقى تقول لمشاهدينا كده او للطلبه نصايح كده وقايه من يعني ان هم ازاي يبقوا اذكياء، ازاي يبقوا يستوعبوا، عايزين ليهم نشاط بقى وما ينسوش بقى اي حاجه بسرعه. اول حاجه لازم نعرف احنا عايزين ايه بالظبط. اي طالب لو حدد هدفه
هيركز، انما ما يسيبهاش كده يعني زي ما تيجي، لا ركز واعرف انت عايز ايه، عايز تبقى ايه في المجتمع. اليومين بتوع المذاكره دول هيفرقوا في حياتك كلها، طلبه الثانويه العامه، طلبه الاعدادي، ممكن نضيع وقته دلوقتي في البلاي ستيشن وال طبعا والموبايلات وده سبب رئيسي لعدم التركيز والنسيان بطريقه فظيعه. اهم من الدواء واهم من اي حاجه انك تحدد هدفك وتعرف ان اليومين اللي هتتعب فيهم دول هترتاح بقيه عمرك. ياما في ناس ضيعت ايام الامتحانات وايام الثانويه العامه في التهريج والهزار والبتاع وبعدين بيعيطوا دلوقتي. فانت حدد هدفك واعرف ان اليومين دول هم اليومين اللي هيحددوا مصيرك. واهتم بالتغذية السليمة طبعا، ركز وسيبك من الموبايل خالص، اقفل موبايلاتك واقفل تلفزيوناتك واقفل الكلام ده دلوقتي خالص وركز، وان شاء الله ربنا معاك. والحاجات اللي احنا قلناها لو انت عايز حاجة مكملات غذائية زي ما قلنا في الحلقة ان شاء الله. مظبوط، وبشكرك جدا وان شاء الله يكون لقاءات تانية مع حضرتك. ميرسي جدا يا دكتور. مشاهدينا طبعا اهم حاجة فعلا التغذية السليمة، واهم حاجة انك تنظم وقتك فعلا، واهم حاجة المذاكرة لان هي مستقبلك وهي حياتك فيما بعد. احنا قدمنا بشكل بسيط كده ايه هي الأدوية اللي ممكن تساعد على تنشيط الذاكرة، وطبعا بنشكر الدكتور اللي كان بيشرفنا النهاردة، الدكتور الصيدلي باهر السعيد. واهم حاجة برضو في الاول وفي الاخر الرياضة والتغذية السليمة. اشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال.